بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبارك لكم جميعا ذكرى ولادة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، ريحانة رسول الله وسيد شباب أهل الجنة، وأول نور يطل في بيت علي وفاطمة سلام الله تعالى عليهم جميعا. فمبارك لنا ولكم هذه الأيام المباركة، ونسأل الله لنا ولكم جميعا التوفيق والسير على خطاه إن شاء الله تعالى. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من الفقه، من الفقه وحياة باعتبار أنه هذا عنوان. فحياكم الله، باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم سماحة السيد رشيد الحسيني، الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف. حياكم الله سيدنا، السلام عليكم ومبارك لكم الولادة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أيامكم، حياكم الله وتقبل الله أعمالكم إن شاء الله. مشاهدنا الكريم، إن شاء الله بعد 13 دقيقة من الآن نبدأ باستقبال مشاركاتكم واتصالاتكم والأسئلة التي ترد عبر الرسائل الصوتية أيضا إن شاء الله تعالى، بعد أن ننتهي من الفقرة الأولى المرتبطة بالتدبر في آية من آيات القرآن المبارك الكريم. سيدنا الفاضل، الآية التي تم اختيارها هذا اليوم هي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. تفضل سيدنا، صدق الله العلي العظيم. أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. في واقع الحال التدبر في هذه الآية تحتاج إلى كثير من حسب تعبيرنا المقدمات. نعم. واحدة من المقدمات هذه أنه أيها الأحبة، أيها الأصدقاء، يا شبابنا، نحن في صراع، وهذا الصراع هو صراع الحق والباطل، صراع أزلي منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى الحياة والكون. كان هناك صراع بين الخير والشر والحق والباطل والصح والغلط، وهو على حال أراده الله سبحانه وتعالى هكذا. يعني هو جعل لنفسه حسب تعبيرنا منافسا ومعارضا غير شريف إن صح التعبير، وهو الشيطان. نعم. أعطاه إمكانيات، قال له اجعلني لا يوم بعث، قال له اجعلني، أنطيني كذا، قال أنطيك، خليني كذا، كل اللي أراد الشيطان الله أعطاه. بس قال له أنا عندي تحدي معك، إلا عبادي المخلصين. عندي التحدي أنه إن أنا عندي إمكانية في هالبشر هذا أنه أقدر أن أبقي على نزاهته وعلى طيبه وعلى طهارته بفضل الشيء اللي أنا خلقته فيه، وهو العقل. نعم. فنحن في حرب ضروس وحرب طاحنة انصافا. واحد يقول وين طاحنة، وين لا قتال ولا كذا؟ لا لا، هذا التجاذب اللي يشوفه انت انه تريد تمد ايدك على شيء الحرام ويقول لك لا تمدها، تريد تمد لا تمد، هذا التردد هو الحرب، هي هاي الحرب. فاذا انت مديت ايدك يعني خسرت، يعني غلبك الشيطان. اذا تجنبت يعني أنت فزت. وهذا في واقع الحال هي حسب تعبيرنا الصراع الداخلي بين النفس اللوامة والنفس الأمارة. النفس الأمارة تجر الإنسان إلى السوء. نعم. النفس اللوامة تلومه، تحافظ عليه وتزكيه، وهذا صراع. هاي نقطة مهمة جدا أن نضعها وين؟ في بالنا. الآن حضرتك عفوا سيدنا تحدث عن الصراع بداخل كل إنسان. بلي بلي بلي. نعم. بلي، الصراع داخل الإنسان أنا، وهذا هذا اللي نشوفه في الخارج. أنا مثلا أعادي جناب الأخ بدون أي دليل، هذا نتيجة الصراع داخلي أمام هذا الأخ. ولا الأخ ليش أنا يعني ليش أعادي؟ لأن أنا أحسده. نعم. إذن الحسد طغى علي، لأن أنا على حال أكرهه، لأنه أكو عامل معين خلاني أكرهه. فكل تصرفاتنا الخارجية اللي الآن إحنا نشوفها هي نتائج قناعات داخلية. هاي القناعات الداخلية جاءت من نتائج الصراع، صراع بين حسب تعبير الرواية جنود العقل وجنود الجهل. هذا خوش رواية، أكو رواية طويلة عن رسول الله صلى الله عليه وآله يبين لنا جنود العقل وجنود الجهل. ما هي جنود الجهل؟ ما
وما هي جنود العقل. واحدة من جنود الجهل السفاهة، واحد من جنود العقل الحكمة، واحد من جنود الجهل حب الذات الأنانية. هذه كلها تفصلها روايات هواي جميلة انصافا لو يصير وقت أن نقعد حسب تعبيرنا نحلل هذه الروايات، وهي أرقى أرقى دروس في عالم اللي يسموه علم التنمية البشرية. هذه هي التنمية البشرية اللي عندنا أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. النقطة الأولى هي هذه، نحن في حرب ضروس. واحد. اثنين، الذكي في هذه الحرب أن يعرف قواعد الحرب، أنه صاحبنا أو عفوا العدو شلون يتحرك. نعم. وأنت مرة تعرف الدواعش طريقتهم الانغماسيين، أو طريقتهم مثلا الانتحاريين، أو طريقتهم الكمين. نعرف، عرفوه الشباب، نعرفوهم بعدين قدروا عليهم. نعم. أول باغتوهم، يعني الشباب بوغتوا يعني بالانغماسيين والانتحاريين والكذا، وحسب تعبيرهم الخلايا النائمة. هاي بعدين فهمناها ودرسناها وقمنا بمن بمواجهته وربحنا المعركة. مو شكل. نعم. الذكي الناجح من يعرف العدو ويدرسه بشكل صحيح، أنه شلون يتحرك العدو، من وين يأتي، حتى الشيطان الداخلي. هو هذا كلامي. نعم. هو كلامي إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. زين، هذا العدو شلون يتحرك؟ هاي الآية تبين، هاي الآية تقول يا جماعة ترى الشيطان أدى أسلوب، وهذا الأسلوب أسلوب مهم جدا لا تغفلون عنه. نعم. شنو الأسلوب؟ أنه ما يباغتك أصلا، ولا حسب تعبيرنا يفاجئك أبدا. ماكو واحد، أنا خلي أتحدى، ماكو واحد متدين ملتزم الشيطان أول ما يجي يقول له تعال مثلا أعمل الزنا، ما يكون. الشيطان أذكى من هذا، الشيطان عنده تجربة ما أدري آلاف ملايين سنين، ما أعرف، عنده تجربة شلون يتصرف مع الناس، مع الأنبياء الأولياء كذا، فعنده تجربة. فما يجي يقول لك أيها المتقي تعال إذني، شنو إذني؟ يدري أنت ما تحتقبل، لا إله إلا الله، سبحان الله، واستغفر الله، بسرعة يعني حسب تعبيرنا تتنزح، ما تقبل. نعم. بس هو يجي شنو يقول لك على حال مثلا إنما المؤمنون إخوة، وهذه أخت كريمة تسلم عليك ورد السلام عليه حال واجب، والسلام مستحب، يدخل لك سلام وعليك ومؤمن استدراج. كان أحسنتم. هذه الخطوات، هاي كلمة الخطوات كلش كلمة مهمة، أن الشيطان يدخل إلينا بطريقة تدريجية ليست مفاجئة ومباغتة، وإنما يأتي إلينا شوية شوية، صح التعبير. أعرف أشخاصا وتعرفونهم كانوا في واقع الحال بمستوى عالي من الالتزام، بمستوى عالي من الالتزام، ولكن الآن شوفهم في وادي، في مساحة أخرى. نعم. شو وداك أنت كنت حسيني في مواكب الحسين في كذا، شو وداك ذاك تصوب؟ قال والله شو تسوي، أصدقائنا وبالجامعة وبالكلية وأخذوني ورحنا وكذا ومدري إيش وتجمعاته، على أساس أنه تعرفون صارت أجواء معينة سحبوا كثير من الشباب في جانب آخر. شلون؟ بشكل تدريجي، باسم الإنسانية، المدنية، الحرية، الحقوق الإنسان، الانفتاح، حقوق المرأة، المساواة. أحسنت. هاي كلها كلمات حلوة ولطيفة وتناغم مشاعر الشاب فيؤخذ الإنسان. حتى الآن جنابكم ذكرتوا عن الوسواس. نعم. هذه أيضا يعني أنت الشيطان لا يريدك أن تصلي، شلون يجي يقول هذا نجس، أنت ما طهرت، هاي البول بعدك ما كذا، الغسل مو صحيح، وعيد الغسل وعيد الغسل عيد الغسل، أنت تبدأ تعيد الغسل وتتعب وست ساعات بالحمام، وبعدين تتأذى وتترك الصلاة، بالأخير تترك الصلاة. وهو اللي يريده، اللي يريده الشيطان هو هذا. فأيها الأحبة، إذا عرفنا طريقة الشيطان وأنه يأتينا بخطوات، ورب العالمين صرح ترى خطوات الشيطان ما يريد الصلاح والأصلاح أصلا، وأقول كلمة خلوها في بالكم، خلوها في بالكم،
أن الشيطان مستعد، تسمعون شباب، أن الشيطان مستعد أن يفتح إلي وإلك ألف باب خير، ألف باب خير يفتح، تصدق، ذولا أيتام، والرحمة، وتكافل مدري إيش، وما أدري، يفتح لك أبواب حتى توصل إلى باب شر واحد. شوف إيش قد هذا طويل نفس، الشيطان طويل نفس. نعم واقع، يعني مستعد يفتح لك ألف باب خير حتى تلج باب شر واحد. من طحت حاسب هاي البرنامج صادو يصيدك، لما يصيدك انت وانت تقول اه شلون انا طحت، هي هاي كيف يحصن الانسان نفسه من الوقوع في حبائل الشيطان. احسنتم، اقول اللي احنا اذا عرفنا طرق الشيطان، فتعالوا ايها الاحبه، كل خطوه نقوم بها او كل اجراء نريد يعني حسب تعبيره نتخذه، دائما نسأل أنفسنا ثم ماذا؟ هسه أنا سويت علاقة ثم ماذا؟ رحت ثم ماذا؟ ما أدري انضميت إلى كروب بعدين، أنطيت فلوس بعدين، كذا، هاي البعدين هواي مهم. ثم ماذا؟ حتى أنت تكون على رؤية واضحة لما تخطو إليه، لا تترك له هو يقودك، أنت تقود الحركة كلها. أنت تكون على حذر. ولذلك قبل يومين قلنا أنه من صفات المؤمن الخوف، من صفات المؤمن الخوف. المؤمن إذا ما يخاف ترى هو في خطر عظيم. أي خوف سيدنا؟ الخوف من كل شيء. ليش سيدنا؟ يعني مو لازم واحد يعيش الأمان والاستقرار، لا، الخوف على أنه هو في حرب ضروس، هذا الحرب فأنت في كمينك العدو، شلون تتحرك براحة؟ فلذلك القرآن يقول المؤمنون الذين وجلت قلوبهم، وجلت، الخائفون، أم يؤمنون، يقول من خاف أمن، عجيب هاي، من خاف أمن، لأنه على حذر. فالإنسان لما يدخل إلى أرض معركة اللي بيها الألغام بلها إشكال، حشاك ما يفهم اللي يدخل بأرض فيها حقول ألغام بدون أي أخلي رجلي وين كذا، لا تأمن. نحن في حياتنا لابد أن نكون على خوف وجل، كل خطوة هاي وين لوين إيش تردون وثم ماذا. هذه في واقع الحال، ورب العالمين يقول ترى لا تتصورون يوم الأيام العدو يصير صديق. خلي شوي نعرج على قضية أنا ما أحب أعرج عليها بس أقولها، أنه الحرب الحق والباطل ليست كحرب السياسة. صراعات السياسية صراعات مصالح، اليوم مصلحتي أنا أعاديك، وباكر مصلحتي أن أصالحك، وشوفون الدول أمس كانوا واحد يشتم الثاني، اليوم واحد قاعد يم الآخر وكذا، حتى أنه حروب تقع بين شعبين، حروب طاحنة، ولكن بعدين يقعدون يصافحون. وليس لدينا أعداء دائمون ولا أصدقاء، المصالح هي الدائمة. نعم. الدين والمبادئ ليست كالسياسة، حتى نقول اليوم سيدنا شوية هتشي وبعدين، أبدا. أكو شيء اسمه حسب تعبير الحدية، في أن الحق واضح واتباع الحق واجب، وخلط الأمور مو صحيح. لذلك ما عندنا شيء اسمه سيدنا ترى هذا عدوك اليوم باكر صديقك، ماكو شكل. الشيطان عدو فاتخذوه عدوة، بعد ماكو والله باكر يمكن يصير هذا مقاولة كذا مدري إيش، يقول ماكو شكل شيء، هذه ليست حرب مصالح. فلذلك لا تتخذ الشيطان وليا، ومن يتخذ الشيطان وليا فهو في الواقع من الخاسرين. ورب العالمين شو يعبر، شو يقول؟ يقول ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. بعدين يتعرض لقضية هواي مهمة. نعم. يقول شوفوا، أنا انتشر لي مقطع قبل فترة في هالقناة تكلمت عن الموظفين. نعم. قلت 90% من الموظفين في جهنم، وأنا مصر على هذه، 90% من الموظفين في جهنم. بعدين قلت لولا رحمة الله، أنا قلت لولا رحمة الله،
إذا الله يريد يعاملنا بعدله، لو الله يريد يعاملنا بعدله كنا في النار، كلنا في النار، بس رب العالمين جاي يتعامل معنا بفضله. خطية هذا مشي. فلذلك الآية هم تشير إلى هاي النقطة اللي أنا بينتها، وكان في ولولا فضل الله أحسنتم عليكم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى، ما زكى، ما خلص ولا واحد من عندكم. أحسنتم، كلكم عندكم شائبة، كلكم عندكم كذا. ولذلك نحن أول إخواني نعرف العدو، ثانيا نحذر منه، ثالثا نتوكل على الله سبحانه وتعالى، ونفس الوقت أن لا نعتمد على أنفسنا وصير عندنا حالة من الشنو، حالة من الاعتداد. لا، نحن ضعفاء ونتكل على الله سبحانه وتعالى. الحول والقوة منه. أحسنتم سيدنا الكريم، شكرا على هذه المعاني السامية والمهمة التي أشرتم إليها في تدبركم للآية المباركة. السادة الكرام مشاهدين الأفاضل، الآن بإمكان حضراتكم أن تتصلون وتشاركونا من خلال الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، ونبدأ باتصالنا الأخت الكريمة أم محمد. أختي الكريمة تفضلي. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام ورحمة الله. رمضان كريم. حياكم الله أختي، أهلا وسهلا. مولانا أنا منكم أم محمد. بس تصلينا صوت التلفزيون أم محمد، اسمعينا بس من التليفون إذا أمكن. نعم. نتشرف بحضرتك وبأهالي الكويت. شنو سؤالك أم محمد؟ مولانا أنا بعد مرات نسولف أنا ورجلي، فياخذها يعني جديات ياخذها بهدل. نعم. فأحترق وأنصهر وأقول له هذا خطأ وهذا حرام. بعض مرات أهلي عندي أو مثلا أصدقاء لهم أو يسوي يقول غير مشتاقة، يعني وقت جدي ليش يسوي يعني إني تبهجر؟ فأتأثر وأنفعل وأصير عصبية، فأريد أشوف يعني شنو الجواب مالته. هو يقول لي ما بيها شيء، قاعد نشاطه. زين أم محمد، تقدرين توضحين الموضوع شوية أبسط؟ شنو مثلا يعني؟ أعطينا مثال. يعني مثلا هسه إحنا قاعدين فشي بسيط، واحد أقول باب قلت مولانا مثلا هذا قال لي شخص بالباب، قلت له لا إحنا على شارع سيارة، هاي قاعدين مثل ضيوف عبنا، قال لهم راح تدخل عليكم السيارة هيك قالت هيك. فأنا أقول لك ليش يعني سوي الهجر قدام يعني إنسان غريب؟ واضح. أنا وياك واحد، بعض مرات قدام ابني بعد صغير أقول له هذا الطفل ياخذها يعني بميت ماذا علي أنا؟ صحيح. هم حرام. زين، سؤال آخر أم محمد، عندكم سؤال آخر؟ لا، مشكور سيدنا. واضح السؤال، شكرا لحضرتك، وإن شاء الله سماحة السيد يجيب على السؤال بعد قليل بإذن الله تعالى. تحياتنا الأخت الكريمة أم محمد. سؤالها يرتبط بالسخرية، وبالذات هي قيدتها يعني أمام الآخرين، هم مو بس يعني هي بينها وبين زوجها، لا يعني ضيوف أحيانا بالبيت أو أبنائهم بالبيت، وتقول ممكن الأبناء يعني يتمادون علي مستقبلا. اتصال آخر من منه؟ أم علي أختي الكريمة تفضلي. أم علي تفضلي. ألو، حياكم الله أختي الكريمة تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم عليكم. علينا وعليكم وعلى الجميع إن شاء الله، يا أهلا وسهلا. السؤال سماحة السيد تفضلي. أنا عندي عملية العام، سويت عملية قص معدة. نعم. وما صمت وصار عندي يعني قضاء بهذا الشهر كامل، أنا ما صمت العام، قال الدكتور ممنوع الصوم وتمشي يعني قاصة بعد. نعم. بس ما أعرف شلون يعني أنا هسا ما أقدر أقضي حتى بالوقت الحالي، يعني أنا مريضة حتى الآن، أنا يعني مريضة بس أنا جاي أصوم، بس الطلب مال العام ما أقدر يعني أصومه. الله يعينك بابا، الله يعينك. زين اختي ام علي، يعني المرض مرتبط بالعمليه نفسها؟ اي صح، اي هو مرتبط بنفس العمليه، لان يصير عنده مضاعفات كلش قويه اثناء الصوم، ورغم اني انا هم صايمه بس يعني احاول يعني ما اجيب. واضح. عندي سؤال اخر اختي الكريمه ام علي. والسؤال الثاني، صلاه الفجر يعني ايش قد بعد الاذان اصليها يعني؟ نعم. شكرا شكرا لحضرتك أختي الكريمة، وتحياتنا إليك، وتسمعين الإجابة إن شاء الله فيما يرتبط بوقت صلاة الصبح من جهة، والصوم بالنسبة للسؤال الأول.
من جهة أخرى أبو مريم تفضل عزيزي أنت. أبو مريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن شوي نتسولف إذا سمحت السيد؟ السيد يسمعك، تفضل يا أبو مريم. رمضان كريم عليكم سيدنا العزيز. حياكم الله، بارك الله بكم. الله يحفظكم ويخليكم إن شاء الله. سيدنا، موضوع بالنسبة للزواج. نعم. بالعراق. نعم. يعني أنا أشوف هذا المفروض يعني تدخل العلماء، تدخل المرجعية، سماحة السيد الجفداني. نعم. لا أنا أشوف الزواج يعني أنا أشوف إشكال شرعي. نفس الزواج إشكال شرعي؟ إي نعم. شنو ملاحظتك؟ شنو مؤاخذتك على الزواج يعني؟ هسه من أروح أنا مثلا أتزوج آخذ سيد أو شيخ عاقل. نعم. من يصير مشاكل يصير الطلاق على القانون الوضعي مال حزب البعث المنحل. نعم. وبالنسبة للتفريق بإشكال شرعي. إن شاء الله تسمع الإجابة على هذا الموضوع. وأنا مطلق وعندي بنية، وبنية عمرها 12 سنة وعايشة حتى الآن مع زوجي الأم. نعم. يعني بنية عمرها 12 سنة يتعيش يوم رجال غريب، ومن غير الأموال السحت والحرام اللي يأخذوها عن طريق المحامين اللي يخافون الله. نعم. يعني إن شاء الله تسمع الإجابة على هاي يا أبو مريم. عندك سؤال آخر أخي الكريم؟ ممنون منك إن شاء الله. موضوع في غاية الأهمية، وإن شاء الله تسمع التفاصيل والإجابة من سماحة السيد بعد قليل بإذن الله تعالى. بصراحة نقطة ابتلاء يعيشها العديد من الأخوة والأخوات. تكلمنا يعني في حلقات متتالية على إحدى القنوات عن مادة 57. نعم. ومشاكل مادة 57، الحضانة والنفقة، وهو قانون متعسف وباطل. نعم. وخلاف الشرع، ولكن للأسف الشديد يعني مجلس النواب لازم يتحمل مسؤوليته يعني. نعم. أحسنتم سيدنا. طيب نأخذ مشاركة أخرى. من مشاركتنا؟ أم علي أختي الكريمة تفضلي. يوم أصلي مدلوها ما تنعصب. عيدي السؤال أم علي تفضلي. صلاتي شبيها مو أصلي لا غير أصلي فرض مثل معرفة أربعة مرات الظهر. نعم. الأربعة الأخيرات من نويت أن أصلي صلاة العصر، مثل أقول نويت أصلي صلاة العشر، الصلاة هاي هي. ما فهمت سؤالك أم علي. لما تنوي شنو يعني؟ عندك اشتباه بالنية؟ منوي أنا أول مرة، مو أنا مثل أقول أصلي صلاة العصر. زين. أنا خير أنه مو أقول نويت أصلي صلاة العشاء. نعم. فالسؤال آخر هم سيد. لا هو هذا مو واضح السؤال. أنا ما فهمت تقولين اللهم إني أصلي صلاة العصر، الله أكبر صليتي، وين الخلل وين الخطأ؟ الخلل الأخيرات مو تقول نوم صلاة العشاء. يعني تشتبهين باسم الصلاة تقولين اسم غير صلاة؟ يعني ما أقول هي تصلي ما أنوي يعني صلاة العشاء ما أنويها. ما تنويها، واضح. بس راح يسولف السيد عن النية إن شاء الله. النية في الصلاة. سؤال آخر سيد، سؤال آخر. تفضلي. سيد أنا يعني زوجي دوم معاكس وياي. نعم. المشاكل قابلت رغبات عمره مشاكل يعني دوم مثل أنا صايمة شهر رمضان يعني أبوج من يوم بد مرة يبدعني ودع علي وحش علي بقفا يعني هم يصير هذا حرام علي. تدعين يعني علي. يعني مأذيني فد مرة مأذيني. نعم. تدعين علي وتحشين علي بقفا. إي والله تعالي بقفا ودع علي أرجع سيد أرجع فد مرة يعني طلع روح من بكاها يعيب علي يعني دوم يسمعني. يوم يعني يخلق مشاكل يتشد كثير يعني يزعل يشيل فراشي يقول شهر يقول سنة يقول يعني ما لي شغلة فيه مثل يعني. إيش قد صار لكم متزوجين أم علي؟ يعني عنده حاجة. إيش قد صار لكم متزوجين؟ والله صار إيش قد صار يعني فوق 35 سنة أكثر يعني وأنا هذا العمر كله هو يعني ما يوم متجر ولا يعني دوم يعني راسي. واضح. عندي سؤال آخر أم علي. هذا سؤالي بعد أبو هاني حرام الله يفتح. إن شاء الله تسمعين إجابة السيد ويكون الموضوع واضح. عندك تحياتنا الأخت الكريمة أم علي وشكرا لها على اتصالها. عندنا اتصال من منو؟ هبة أختي الكريمة تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يعني صوتك مو كلش واضح أختي هبة. عليكم السلام ورحمة الله. بشاري يا سيد السلام خابرت مع الزواج
اعتقد اكو مشكله دائما باتصالك بالصوت مالته. ماشي، حاولي تحكي له ونحاول نفهمك يعني، تفضلي. نعم، سعيد عندي مشكله ان انا اطلب كوب قلت لك اكثر اجيب لك كوب، يعني كلش خايفه يعني اقول اني اتحايل على اهلي او اني مطلوبه من رحمه الله، فوايد يعني صار لي كم يوم خايفه يعني مرتبه وغير بش بش. زين، اكو مسبب عقلاني لهذا الخوف لو لا؟ صح، ليش ما يقول انت ما بس تقطع الفيديو باليوتيوب باللي شو اسمه اللي يشتغل يعني مثلا هيك بخوف يعني ما في هذا ما تبنى رحمة الله او واضح. شكرا اختي الكريمه هبه تحياتنا لحضرتك وشكرا جزيلا. من أصعب من آلم ما يواجهنا في حياتنا هو الإفتاء بغير علم وتوجيه الناس دينيا بما هو عكس الدين تماما، واليوم كل واحد يعرف له كلمة وكلمتين صار يوجه الناس، وهذه العديد من الأخوة والأخوات يعانون بسبب توجيه غير صحيح من قبل شخص يدعي الدين. في وإحنا هم اليوم صار ببساطة أي إنسان يقدر يحكي ومنافذ التواصل للناس واضحة وكثيرة جدا، فهذا هم توجيه ونصيحة للجميع. عندنا اتصال من منو؟ كاظم اخي الكريم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام للسيد. وعليكم السلام ورحمه الله. حياك الله. مولانا عندي اختي سوت عمليه. نعم. بدايه رمضان ما صامت. نعم. 15. نعم. شنو حكم اذا 15 تقضيه؟ هي يعني ما صامت لانه مو زين عليها الصوم لو شنو جربت حاولت اول يوم سوت عمليه ودار ما صامت صارت زينه هالساعه عمليه ولاده يعني؟ لا عمليه ظهرها. نعم، فالصوم ياثر عليها لو لا؟ يعني هي جربت وما قدرت لو لا؟ والله بالبدايه تربطت هي ما صامت، بس هي تربطت الضغط مالتها يصعد وينزل وراسها يوجعها. ان شاء الله تسمع اجابتي. سؤال اخر اخي كاظم. شكرا عليك. تحياتي لك، شكرا جزيلا للاخ العزيز كاظم على اتصاله وطرح سؤاله. عندنا اتصال من من؟ طاهر، حياك الله يا طاهر. طه يا اهلا وسهلا. الله كريم. حياك الله اخي الكريم، علينا وعليكم ان شاء الله. الله يسلمك. اخوي عندي سؤال للسيد. تفضل يسمعك السيد ان شاء الله. هل يعاقب الكاذب عند الله عندما يخبر الناس انه بخير وهو يتعلم؟ نعم. زين، هو لما يقول اني بخير الحمد لله هو يحكي عن خير واحد لو خيرات الله هوايه؟ شو تقول انت طاهر؟ لا يحكي عن صحته يعني. عن صحته. شلون صحتك؟ واضح. شلون صحتك؟ شلونك زين؟ انا مثل ما اقول الحمد لله، من باب الحمد لله اقول الحمد لله، بس انا اكذب يعني، انا صحتي مو زين، بس اقول الحمد لله. ان شاء الله الله يمن عليك بالصحه والسلامه والعافيه. سؤال اخر طه. انا جدا اشكركم. لا جدا اشكركم. تحياتي لك وشكرا جزيلا لك، ونعم رب العالمين كثيره علينا سيدنا، فحتى اللي يعني يسلب نعمه من نعم الصحه فالذي لا يعد منها اكثر يعني. اكو تعبير الامام ميمون لطيف، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. الله نحمد على اي حال، حتى لو احنا مفلوجين ومنكوبين ومرضى وكذا، نحمد الله على كل نعمه، نعم كثير. بس هي كلمة بخير سيدنا، راح نتوقف عندها إن شاء الله لما نوصل إلى هذا السؤال. نأخذ اتصال آخر من من؟ رسالة صوتية، نسمع الرسالة الصوتية. السلام عليكم سيد، أنا عمري 15 سنة وأصلي بدون تسبيح، ما حكم صلاتي؟ أصلي بدون شنو؟ بدون تسبيح سيدنا. ان شاء الله تسمع الاخت الكريمه الجواب. شو المقصود بالتسبيح؟ تسبيح الزهراء عليه السلام. رساله صوتيه هذه؟ اي نعم، هاي رساله صوتيه صح؟ مو اتصال هذا، نعم رساله صوتيه. يعني ممكن المقصود هو تسبيح الزهراء عليه السلام، ومع ذلك اذا اردتوا تعقبون على شيء اخر سيدنا. ام زهراء اختي الكريمه تفضلي. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام ورحمه الله نيابه. تفضلي اختي ام زهراء. السلام عليكم. ابتعدي عن التلفزيون اختي. نعم. ممكن احكي ويا السيد؟ السيد يسمعك اختي الكريمه، بس وخري عن التلفزيون، طفي التلفزيون واحكي انا بس من التليفون لان صوتي يكون واضح. ماشي سيد، ماشي رحم الله والديك. تفضلي.
سيد احنا مثلنا عمرنا صار مراهقين ما نعرف نغسل غسل يعني مال الشرعي الرقبه والايد والمسيح ما نعرف الهسيد نحن صايمين ونصلي من عمرنا صغار شو حكمنا هسه؟ نعم الغسل سأل السيد يقول لي بس الصلاه عيدي هو والله حايره من امري احمد الله واديك يعني شلون كنت هل تنعاد الصوم هل تنعاد الصوم بالصلاه لو بس الصلاه فقط شو دور هالشيء؟ شلون كنت تغتسلين؟ شلون كنتوا تغتسلون بوقتها؟ اسبح كذا عادي سيدي يعني اغتسل لا ابقى مثلا بعذر الشرعي بس اغتسل يعني طاسه وماي قبل تعرف احنا سيد يقدم ما نعرف كل شيء ما نعرف ان شاء الله تسمعين الاجابه الله يبارك فيك رحم الله والديك سيدي شكرا جزيلا اختي الكريمه من اجمل سيئات النظام السابق سيئات النظام السابق انه ما كان يسمح ناس يتفقهون في الدين ولا يسمح لرجال الدين ان يروحون الى المناطق فمساكين بقوا اجيال يعني اجيال 33 اجيال بدون معرفه فنشأوا على الان يعانون منها سيدي اللي سنين ما صايم والان يعاني شلون راح ما ادري يعني شنو الغسل شنو الوضوء شنو نعم احسنتم سيدنا الكريم بعدنا نستقبل مشاركات واتصالات الأخوة الكرام والأخوات الكريمات من خلال الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة سواء كانت اتصالات هاتفية أو حتى رسائل صوتية وبإمكانكم أخوة الكرام أيضا أن تتواصلون من خلال تطبيق المجيب اللي موجود الكيو آر كود مالته على الشاشة بإمكانك أن توجه كاميرا صح موجود على الشاشة الآن أخوان كنترول موجود فبس توجه كاميرا الموبايل على هذا الكود اللي أمامك راح تدخل إلى هذا التطبيق يكفي حتى إذا كان عندك سؤال يكفي أن تبحث بخانة البحث عن موضوع يشبه موضوعك راح تلقى أسئلة كثيرة طرحت وتستفيد بمعرفة إجابات هذه الأسئلة عندنا اتصال أو مشاركة رسالة صوتية نسمعها السلام عليكم سيدنا أنا أثناء الصلاة تجيني مخيلات شيطانية بأن أنا أرتكب أشياء حرام مثل ارتكاب الزنا أو غير ذلك واضح الجميل بالموضوع أنه قال مخيلات شيطانية يعني هو عارف المشكلة وين بالضبط إن شاء الله تسمع الإجابة والتوجيه من سماحة السيد بعد قليل اتصال من الأخ الكريم محسن تفضل يا محسن السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مولا شلونكم حياك الله عزيزي أهلا وسهلا سيدنا أنا اللي عندي نسألتين نعم تفضل نسأل الأولى أنا كنت عسكري نعم وتعلمت الصلاة فنعلمني يعني أصلي من كم الصلاة أقول السلام على الملك اليمن والملك اليسار نعم فهاي تعرف يعني كنا عسكريين وهاي ما عندنا فظلت عندي هاي ذاك يوم صار قالوا هاي من فترة يعني قالوا هاي بيها إشكال صلاتك أنت لسه بعدك تقولها يعني؟ لا بطلت ما تغريب صار من السقوط لحد الآن يعني من يعني طبت علينا قنوات وطبت نجم ننزور ونشوى فهمنا السابق نستحكي لك بالنظام السابق بالنسبة لصلواتك القديمة يعني تسأل اي صلاة القديمة كنت نصل وكم الصلاة ما أقول السلام على الملك اليمن والملك اليسار إن شاء الله تسمع الإجابة سؤال آخر أخي محسن والسؤال الثاني أنا عندي هسه عندي سيارة نعم واطلع على باب الله يعني مرات تجيني كروة كل 20 يوم مرات كل شهر كل 15 يوم تجيني كروة نعم فذاك اليوم جتني كروة يعني طلعت من طلعت يعني ظليت 3 أيام نعم يعني 6 أيام بقي الصايم بذلني يعني هنا أفضيهن أو يعني مسموح لي أنت أفطرت بيهن صح؟ لا ما أفطرت بقيت على صوم بس بقيت 3 أيام زين وانت كل ايش قد يعني قلت لي بالشهر كم مره تروح يعني والله رزقنا مرات كل 15 يوم مرات يعني بالزايد كل 15 يوم ايش قد تظل هناك من تروح كل 15 يوم يوم يعني ناخذ بضاعة وارجع ثاني يوم يعني اطلع واحد. ومرات شهر مرات 20 يوم يعني واضح سيدنا لو اكو ملاحظه واضح شكرا جزيلا اخي الكريم عندك سؤال اخر محسن لا ممنون عندك مولانا تحياتي لك إن شاء الله تسمع الإجابة على سؤالك بوضوح بعد قليل إن شاء الله بعد دقائق اتصال من ثائر أخي الكريم تفضل يا ثائر السلام عليكم اتصالنا الأخير حياك الله أخي ثائر يا أهلا وسهلا عليكم السلام السلام مقبول إن شاء الله منا ومنكم إن شاء الله الله يحفظك استفسار للسيد نعم تفضل أنا نسوي عملية مع صمام القلب نعم وصمت هذا الشهر صمته نعم وصارت عندي رشفة بأطراف أصابعي ويعني الوضعية كلش كانت عندي
شلون حل ليش حل؟ هاي أول مرة أنا أصوم، أنا عمري 43 سنة تقريبا. هاي أول مرة في حياتك تصوم؟ إي والله إي والله أول مرة، تأذى نص ماي والطفولة صار عندي حالي. يعني سابقا كان عندك عذر صحي ما تقدر تصوم؟ نعم يعني كهربوت والنتيجة صار عندي روماتيزم وظلت الحالة وياي متسمة، لكن ما أصوم ما أقدر ما أدبر. نعم. إيه. زين وانا ظليت محتار بشك يعني سؤال ثالث سؤال هم اسال الطبيب عن هاي رجفه اطراف اصابعك بعد ما صمت سالته نعم شنو قال جرب قلت له جربت تاذيت شويه واضح تسمع الاجابه ان شاء الله في الكريم ان شاء الله احمد تحياتي لك شكرا جزيلا يلا اخر المتصلين راح يكون الاخت ام صلاح لان اخذوا اتصالها اختي الكريمه تفضلي يلا تفضلي اختي ام صلاح الو حياكم الله يا اهلا وسهلا سلم عليكم سيدنا الله يبارك فيكم تفضل يعني مريضه دائما ظهري يؤذيني ومن الطلي ما اقدر اسمي الصلاه ما قعدت من الصلاه خلاص ونص قاعده اقعد قاعده ما اقدر اتاذي نعم نعم واضح فعندي سؤال غير هذا السؤال اختي الكريمه ان شاء الله ومن افطر افطر بالاول وهاي ما اقدر اتاذى بالقعده ما اقدر اطول بالقعده اتفطر يلا اصلي هم يصير هذا نعم ان شاء الله تسمعين الاجابه اختي الكريمه تفطر قبل الصلاه ان شاء الله تسمعين الاجابه اختي الكريمه على السؤالين مع بعض تحياتنا اختي وربي من عليك بالسلامه والعافيه ان شاء الله على حضرتك وعلى الجميع إذن ناتي الى الاجابه على الاسئله سيدنا الكريم كان سؤال الأول من الأخت الكريمة أم محمد من الكوت تقول تتكلم عن سخرية زوجها أمام الآخرين من عدها في واقع الحال مولانا الأجل هناك طبيعة لبعض الأزواج في التعامل مع أزواجهم أنه بعضهم باحترام كبير بعضهم بتوقير بعضهم باستهزاء وسخرية واستصغار هذا طبع للأسف الشديد البعض عند هذا النوع من الرغبة أن الآخر ينحرج الآخر يتخجل الآخر كذا هذا موجود حتى بين الأصدقاء ما أعرف شايف هذا الأصدقاء بس يريد الآخرين ينحرجون الآخرين مثلا يضحك عليهم هذا طبع سيء هذا طبع جدا سيء جدا سيء وهذا يحاسب عليه يوم القيامة ولا يسخر قوم من قوم عسى يكون خيرا منهم ففي واقع الحال أنت أختي الكريمة تعرفين طبعا فلذلك يعني لابد أنه توطنين نفسك على طبع السيء يعني ولكن نبهي قولي له ترى هذا أنا خايف عليك يوم القيامة يوم القيامة أنت ستحاسب وما أدري أنا ذاكر لكم يعني قصة سعد بن معاذ تفضل سيدنا إن شاء الله سعد بن معاذ من أصحاب الرسول وإجوا قالوا الرسول يا رسول الله توفى توفى سعد توفى وكان متدين ملتزما فمشى رسول الله في تشيع جنازته بعض الروايات تقول أنه مشى رسول الله في تشيع جنازته وهو يمشي على أطراف أصابعه على أطراف أصابع الرسول يمشي قيل له يا رسول الله ليش قال ازدحام الملائكة أنه في تشيع هذا الرجل وهو صلى عليه وهو الذي أنزله إلى قبره وهو الذي وسده في قبره رسول الله صلى الله عليه وآله وهو اللي بنى اللحد يعني اللبنات وكذا وبشكل دقيق اللي واحد قال له يا رسول الله هو قبر قال إن الله أحب بلي إن الله إذا بلي أحب عبدا أو هالشكل إذا عمل عملا فأتقنه إن الله يحب عبدا إذا عمل عملا فأتقنه هنا أنا قالها الرسول أنه لما تشتغلون اشتغلوا عدل حتى لو قبر حتى لو لحد هناك أم سعد بن معاذ مدت رأسها قالت هنيئا لك الجنة يا سعد أصحاب رسول الله إلى قنا ونام بقبره فرسول الله توجه إليه قال يا أم سعد لا تحتمي على الله الجنة فإنه سيضغط ضغطة كذا يخرج لبنه لبنك من بين أظافره هالشكل عبارة أصحاب استغربوا يا رسول الله القبر يضغط ليش يضغط
بعدين قال الرسول لأنه كان في سوء مع أهله، يعني في تعامل سيء مع زوجته. نعم. بعدين سألوا أنه شنو كان تعامل سيء مع زوجته، كان هاي الطريقة، طريقة استهزاء مثلا، اسمها مثلا كذا، هو مثلا اسمها رملة مثلا، يسميها نملة، يضحكون مثلا. نعم. هذه حالة، هذه السخرية سيدنا موجودة يعني في مجتمعاتنا على الأسف. نعم. فرسول الله قال سيضغط. فأقول هذه الرواية وغيرها في الليلة يا أبو فلان، ما أدري أم منه كانت، إنه أم محمد، أم محمد، أبو محمد، ترى أنا خايفة عليك، فأنت شوي عدل من أسلوبك، ما يصير، وهذا أطفالك يعني شلون أسوة، شلون قدوة، شلون كذا، ممكن يتجرؤون على أمهم مثل ما هي. أم علي قالت العام سويت عملية قص معدة وما صمت شهر كامل بسبب توجيه الطبيب، قال ما تقدرين صومين. تقول أنا الآن بعدني مريضة بس قاعد أصوم، بس بالنسبة للقضاء ما أقدر أقضي. كما أنه الحمد لله أنت السنة صمتي ووضعك زين وهي متألمة على حال، ولكن شوفي بابا، القضاء الماضي مو بالضرورة أنه يوم بعد يوم، يعني هسه فاتك، يعني لابد أن كنت تقضينه فاتك، إن شاء الله في الشتاء القادم ولو بالأسبوع يوم، بالأسبوع يومين صوميهن تخلص. نعم. وبشكل متقطع حتى لا تتأذين، ولكن يبقى القضاء في ذمتك. تسأل أيضا صلاة الصبح وش قد بعد الأذان واحد يقدر يصليها سيدي؟ هي قضية حسب الاطمئنان، إذا اطمئننتي أنه الوقت قد دخل، اطمئنان كامل، وسيدنا آني مطمئنة هذه الإذاعة أو هذا التقويم أو هذه التوقيتات كلها دقيقة وأنا مطمئنة جدا، خلص قم صلي. بس سمحت السيد الله يحفظه يقول نحن لا نطمئن بهذه التوقيتات، فعشر دقائق أنطوا مجال حتى صلاة الصبح تحديدا، بني صلاة الصبح أنطوا مجال للاطمئنان، وهو اطمئنان عقلي في واقع. أحسنتم سيدنا. أبو مريم تكلم عن الزواج في العراق والتعسف فيما يرتبط بالقرارات القانونية. شوف أبو مريم، أنت دخولك في السؤال كان ما كان موفق، يعني أنت كان لازم تكون تكلم عن قوانين الطلاق مو الزواج. الزواج مو ليش الزواج زين ومستحب ولطيف ولازم يصير زواج. أنت عندك مشكلة في قضية معينة تريد تقول كل شيء مو صحيح. طبعا هذه في الحالة النفسية، الإنسان لما يعيش معاناة يصور كل الدنيا مو زين. يعني الله يعينه سيدنا، مو سهل الموضوع اللي هو يعني القانون. شوف القانون القبيح، أنا تكلمت قبل ليلتين كنت في مكان على إفطار، كانوا قضاة النجف موجودين بعضهم، قلت أدري إلى متى نحن تحكمنا هذه المواد الغير الإنسانية والغير الإسلامية والغير العرفية. يعني أنا زوجتي تطلق من عندي وأولادي يمها، وتروح تتزوج ورجل أجنبي، تتزوج ورجال، والأولاد يبقون تحت أمها، شلون هذه؟ أنا ما أقبل. والشارع يقول أنه الحضانة تكون بحسب قوانين الدين والشرع. فأكو مشكلة عويصة في مادة 57، أكو مشكلة عويصة في قضية الأحوال الشخصية وقوانين الأحوال الشخصية. مجلس النواب مدعو وبإلحاح على أن يعيد النظر في هذه القوانين الغلط، وطبيعة الحال تتعارض هذه القوانين مع شرع الله، مع شرع الله، وطبيعة الحال أكو هناك جهات أجنبية، أقولها بصراحة، جهات أجنبية وسفارات محددة تريد أن هذه القوانين اللي ترتبط بالتفكيك الأسري بعنوان العنف الأسري والطفولة وهذه، على أنه يجرؤون الأبناء على آبائهم وما إلى ذلك، هذه قوانين تريد تفكك مجتمعنا، تريد تحكم قوانين الغربية في مجتمعنا. نعم. ونحن لابد أن نقاوم هذه القوانين ونقف أمام هذه الجهات الأجنبية اللي تضغط بشخوص معروفة، شخصيات معروفة، ما أريد أجيب أسماءها، واضحة هي اللي تبث الإباحية وما أدري حتى ثقافة المثلية في مجتمعنا للأسف الشديد. ونحن لابد، هاي كلها منظومة لا بد من مقاومتها. ولكن أخي الكريم، الطلاق لا يكون إلا طلاقا شرعيا، والنفقة لها أحكامها الخاصة، والحضانة لها شروطها الخاصة. الأخت أم علي تسأل عن النية في الصلاة، مو كلش فهمنا، بس سيدنا توجيه بسيط فيما يرتبط بالنية لطفا.
في واقع الحال هي الله يحفظها ما كانت يعني ما كانت واضحة في سؤالها، يعني شنو اللي تريد تقوله؟ شلون تنعقد النية للصلاة سيدي؟ أخي النية النية قلبية، أنا رايح للسجادة، ليش رايح للسجادة؟ ليش لابسة شادر؟ إذا أصلي أي صلاة أصلي؟ هاي بقلبي صلاة الظهر، المن إلى الله هي هاي. النية هي خطور في القلب، ما يحتاج ألفظ أي كلمة أبدا، أنا رايحة حتى أصلي لله سبحانه وتعالى وقربتي إليه، الله أكبر، هي نية قلبية، استحضار النية قلبا هذا شرط، نعم لابد أن أستحضر النية. هسه أنا بدل ما أقول صلاة الظهر قيل صلاة عشاء، بدل ما أقول صلاة العصر قيل صلاة مغرب، سهو لسان هذا سبق لسان ما له دخل يعني. أحسنتم. نفس الأخت الكريمة سألت عن زوجها، يعني هي تقول أنه زوجها وياها مشاكل على امتداد هذه السنوات، تقول فاني بيني وبين نفسي، ما قالت بيني وبين نفسي، قالت بقفا، يعني هو ما يدري أني أدعي عليه وأحكي عليه، وسألت أنا عن عدد سنوات الزواج، قالت صار من أكثر من 35 بلي أستاذ مرتضى، أكو ناس غير يعني غير مرتاحين في حياتهم الزوجية ولكن يبقون، يعني ماكو طلاق، هذه هم في النقطة من النقاط المهمة. الآن الشباب اللي زوجوه 6 شهور تطلقوا بسرعة، ما يعطون مجال أنه يابا شوية يعني حاولوا أن تصمدون أمام الإشكالات الواهية. ولكن عموما في السابق كان الطلاق أصعب، يعني ما يتخذون قرار الطلاق بسرعة، يتحمل يتحمل يتحمل، يشوف عنده إشكالات على زوجته، بس يقول هي هاي أم الأطفالي وأنا لازم أحافظ على أطفالي، هي عندها 100 مشكلة على زوجها، يقول شو تسوي أبو جهالي وإحنا عيب والمجتمع والأولاد، من جهات جيد ومن جهات أكو إشكالات، ولكن في النهاية ما كن سجام. لما ما كن سجام دائما شنو حسب تعبير المناوشات، هو يحكي هي تحكي، هو ينتقدها كذا، هو يستهزئ هي كذا، فتبقى القضية غير شنو غير مستقرة. تقول أنا أحكي عليه، بطبيعة الحال يعني مأمورون نحن أخلاقيا مو شرعا، أخلاقيا مأمورون على أنه إحنا نواجه السيئة بالحسنة. سيدة تحكي عليها ما تدخل بها جانب الغيبة مثلا، هو هذا الكلام، أنه إحنا مأمورون بالجانب الأخلاقي أنه نواجه السيئة بالحسنة، يحكي عليه يقول اللهم اغفر له، ما أدري يهدين يقول اللهم ما أدري كذا أهديه، أما أنه أنا أدعو عليه الله لا يعطيك العافية، الله ينهيك، الله يهلكك، الله كذا، هذا دعاء، ولكن عموما ليس من الصحيح الإنسان أن يدعو على أخيه المؤمن بالويل والثبور، فإن هناك عليه روايات في أنه النهي عن هذا الأمر. احتسبي أمرك إلى الله. أحسنتم سيدنا. الأخت هبة تقول أني أخاف، عندي تخوف صاير شيء يشبه الوسواس، يعني أني مطرودة من رحمة الله، ولما سألت عن السبب شايفة مقطع على اليوتيوب، طبعا صوتها مو كلش واضح كان، بس شايفة على مقطع على اليوتيوب أثر عليه هذا التأثير. شوفي بابا، أنا في بداية الحلقة تكلمت مع جناب الأخ أنه من شروط الإيمان الخوف، الإنسان أن يخاف، يخاف من كيد الشيطان، ولكن لكل شيء حد، يعني شنو؟ لا إفراط ولا تفريط، والأمور لابد أن تكون معتدلة عند الإنسان. الخوف يكون، ولكن مو أنه يسلبني راحتي ويسلبني أملي بالله، يسلبني المتعة في هالحياة بالتوجه إلى الله، هذا مو صحيح. كل شيء أكثر من المستوى المطلوب فهو على حال. سيدنا احنا نريد نطمنها، من اللي يطرد من رحمة الله تعالى؟ شوفي ماكو أحد يطرد من رحمة الله إلا اللي ييأس من رحمة الله. اليائس هذا مطرود. أنت يائسة؟ أنت مو يائسة، أنت عندك أمل بالله. أمير منين يقول لابد الإنسان أن يكون عنده أمل، أمل بالله ورجاء، هذا الرجاء دائما يكون الله أرحم الراحمين، الله غفور رحيم. أحسنت. هذا الجانب، جانب الغفران والرحمة والتفضل، هذه دائما فكري به والتصقي به. جانب العذاب أنت عندك حالة من الوسواس صار عندك، وهذا مو صحيح، اعتدلي في هذا التوجه. أحسنتم سيدنا. الأخ كاظم يسأل عن أخته مسوي عملية لظهرها، فما قادرة تصوم في شهر رمضان، يعني الأيام اللي راحت عملية بظهرها، ما أعرف يعني إلا دخل في الصوم. هو قال تتأذى جدا ويرتفع ضغطها وكذا وكذا إذا صام. ما أعرف عليه حالي، إذا كان واقع الحال إذا كان وضعها الصحي ما يسمح لها الصوم بينها وبين الله فهي معذورة، وإلا فلا.
يعني هي اللي تحدد، هي اللي تعرف الضرر يا أخي الكريم يا كاظم. الأخ طه سأل عن هل يعاقب الكاذب عند الله أنه قال لما واحد يسأله شلون صحتك يقول بخير الحمد لله كلمة بخير. إيه نعم، نحن دائما بخير ما دام رب العالمين على حال هادينا الإسلام والهداية وعلى حال العافية والصحة اللي احنا فيها النسبية طبيعة الحال، وكل واحد عنده مشكلة ولكن نسبيا نحن أحسن حالا من غيرنا. أنت تقول أنا إيه رجلي مقطوعة، خو شوف اللي ما عنده أرجل. أنت تقول أنا عيني توجعني، شوف اللي ما عنده عين. فإحنا من ناحية النسبية في خير وعافية والحمد لله. صحيح. وإن كان عندك نقول سيدنا وأنا مديون شو أنا في خير؟ خب أنت بالنسبة للقضية المالية مديون، ولكن بالنسبة البدنية أنت معافى، فاشكر ربك من هذه الجهة. فأن تكون دائما تحمد الله على ما أنت عليه، هذه صفة المؤمن. أحسنتم. هذه صفة المؤمن. لا تقول ها مو هذا كذب، لا مو كذب، أنت جاتد تقول أنا بخير والحمد لله أنا بخير من ناحية نفسيتي، من ناحية نفسيتي عافيتي ما أدري أي شيء، واضح المطلب، وهذا ليس من الكذب. أحسنتم. رسالة صوتية من إحدى الأخوات عمرها 15 سنة تقول أنا أصلي بدون تسبيح، في حال إذا كانت تقصد تسبيحة ما بعد الصلاة ما عرفت التسبيح شو معناته، سبحانيات مثلا. إذا تقولي أنه أنا الركعة الثالثة والرابعة ما أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، وكنت أقرأ مثلا الحمد وكذا، نقول صلاتك أيضا صحيحة ما في إشكال إذا كنت جاهلة. وإذا قلت تسبيحة الزهراء ما أسوي، هاي مستحبة ما يأثر في صحة الصلاة. إذا تقولي التسبيح يعني الأذان والإقامة، هذا أيضا مضر بالصلاة، صلاة صحيحة. الأخت أم زهراء سألت عن التدقيق بالغسل الواجب، تقول لما كنا بداية المراهقة ما كنا نعرف هذه التفاصيل الدينية. سيدنا هم لا بأس نستثمر الوقت يعني باختصار شديد كيفية الغسل الواجب للإخوان بشكل سريع. يعني شوفوا، الغسل شرط في صحة العبادة، والوضوء شرط في صحة الصلاة والعبادة. يعني أنت إذا ما تعرف تتوضأ عدل طوافك باطل، وإذا طوافك باطل حجك باطل. فلذلك أنا أركز أنه وضوءنا وغسلنا خلينا ندققه بشكل جيد، لأنه هو شرط للصحة. واحد يقول سؤال الجاهل معفي، لا، حتى لو كان عن جهل كل صلاة تكون باطلة لازم يعيدها، لأنه الطهارة، هاي كلمة احفظوها، الطهارة شرط واقعي وليس شرطا علميا. يعني مو أنه أنا إذا علمت به يكون شرط، لا، شرط واقعي أن تكون أنت على طهارة واقعية. وطهارة واقعية شلون تحصل؟ نعم. بالوضوء الواقعي، بالغسل الحقيقي الصحيح الواقعي. فتقول احنا ما كنا نعرف، الله يلعن الظلمة الذين منعوكم من التفقه في الدين. ولكن اختي الكريمة، الغسل هو هذا، ان انا انوي داخل الحمام بلا اشكال، طاب الحمام حتى اغتسل وما اتنظف من الاوساخ، اغتسل. فاول ما اغسل راسي ورقبتي، الراس والرقبة بشكل كامل، يعني بشكل كامل أغسله الأذن وكذا كاملة بدون وسواس تحت الدوش أو الصوندة أو أي شيء، والدوش أحسن طبيعة الحال. زين، أغسل رأسي ورقبتي، بعدين إيدي اليمنى إذا أكو خاتم هم كذا، إيدي اليمنى والجانب الأيمن من مقاديم البدن وعلى حال الظهر إلى الرجل اليمنى كلها كاملة، وتحت الرجل أيضا أغسله. بعد ما كملت الجانب الأيمن الجانب الأيسر، هذا يسموه غسل ترتيبي. يصير سيدنا الجانبين مع بعض؟ يمكن أنه أن أغسل الجانب يعني البدن كله مرة واحدة، ولكن الفقهاء يقولوا أنه الأحوط تقديم الأيمن على الأيسر. نعم. واضح؟ أي خلل في هذا الغسل، يعني أنا أغسلت جسمي بعدين رأسي، هذا باطل. وإذا بطل لا يبطل الصوم، الصوم صحيح، أما الصلاة لازم تعيدوها، الصلاة لابد أن تعاد. أحسنتم سيدنا. رسالة كانت من أحد الأخوان والوقت أدركنا، فرح نحاول نجاوب باختصار سيدنا لطفا. يقول أثناء الصلاة تجيني مخيلات شيطانية. عادي، شيطان يوسوس، وهذا وإذا أصابك هيك رآية وإذا أصابك نزغ من الشيطان فاستعذ بالله، هذا يجيك. والشيطان هو هذا شغله، أنه أنت ما تصلي، أنت تسوي غلط، أعوذ بالله، أنت بالصلاة قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكمل صلاتك. لا تهتم
ولا تعطي مجال. يعني يقولها بلسانه اعوذ بالله. بل اعوذ بالله من الشيطان. لا تبطل الصلاه سيدي. لا 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 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يمكن ان تقول. وعلى حال يتعوذ فاذا اصابك نزغ من الشيطان فاستعذ بالله. فاستعذ بالله هي امر الهي. واحد يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب الاخ محسن يقول كنت عسكري تعلمت الصلاه وتعلمتها بطريقه غير صحيحه بحيث نهاية الصلاة تحديدا يقول أقول السلام على الملك الأيمن والسلام على الملك الأيسر. على حال يقول الآن صححت بالنسبة للصلوات القديمة شنو؟ إن شاء الله صحيح صلاة صحيحة لا إشكال في ذلك وإن كان هذا غلط ولكن لا تؤثر في صحة الصلاة. نعم. سؤال آخر لنفس الأخ كان يقول يروح ثلاث أيام يوميا بالشهر أحيانا يطلع إلى مكان هو يشتغل بسيارة على باب الله يعني كل 15 يوم مرة تقريبا فصوم صلاة كسائق سيئة. يعني نعم كسائق هو سائق قال عندي سيارة على باب الله تجيني كروة أظل يومين ثلاثة أيام على حال إذا كان بعنوان سائق وشغل السياقة شغل السياقة فكل عمل يقوم به كسائق يصلي تمام ويصوم عمل السياقة يعني ممارسة هو سائق بالداخل سيدنا بس مرات لا 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 إذا كان لا طرق خارجية مو سائق داخلي نعم. طرق خارجية يعني كربلاء نجف ديوانية نجف فعليه حال لابد أن يصلي تمام ويصوم ما دام يمارس السياقة كعمل نعم بس حتى تتوضح القضية سيدنا أنا عندي مو كلش واضحة سائق تاكسي داخل محافظته فوق. ولكن بالشهر مرتين تجي كروة خارج محافظته هذا ينطبق عليه هذا ما يسموه هذا ما يسموه أنه هذا سائق خارجي هذا سائق داخلي فتصير فتحالة حسب تعبيرنا شو تقولون عنها استثنائية نعم. هذه لا أما إذا لا فلان معروف سائق يودينا مثلا الكربلاء يودينا البغداد معروف على أن هذا شغله السياقة إذا كان شغل السياقة نعم إذن الأخ ثائر والأخت أم صلاح يعني آسفين يؤجل أو تؤجل الإجابة على سؤاليهما إن شاء الله اليوم غد تابعونا بنفس الموعد شكرا جزيلا لسماحة السيد رشيد الحسيني على طيب ما تفضل به شكرا جزيلا سيدنا سلمكم الله تعالى بارك الله بكم حياكم الله وشكر موصول لكم إخوتي الكرام ونكرر مباركتنا وتهنئتنا لكم في ذكرى ولادة الإمام الحسن المجتبى شكرا في رعاية الله وحفظه